موضوع الدولار اللي خرجنا به يوم 25 امام ال 25 واحد امام البنك المركزي، طبعا هاي خطوه احنا كنا محضرين لها من قبل بطوله كاس الخليج، لكن انتظرنا تخلص البطوله حتى تنجح تعرف هذا الشيء يعكس صح وجه للعراق وللشعب العراقي، يعني هو مو نجاح للحكومه انما نجاح للشعب العراقي. صارت المظاهرات يوم 25 وان كان اللي شاركوا بهم اغلب الناشطين اللي شاركوا بثوره تشرين، لكن هي مظاهرات شعبية فنية شاركت بها أغلب الفئات سواء من المعممين أو من رسالتكم كانت شنو زيد؟ رسالتنا واضحة إلى 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 البنك المركزي سواء أو إلى الحكومة إنه سعر الصرف جدا أذى المواطن العراقي سواء كان التاجر سواء كان القصاب أبو المحل الموظف، كان إذا مثلا إذا تحسب راتبه بالدولار يطلع تقريبا مثلا على سبيل المثال 10 أوراق هسه يصير فرق 200 دولار. مظاهرات يوم 25 أوجدت حلول وإن كان المواطن مو معني بإيجاد الحل، لكن أوجدت بعض الحلول طرحناها على 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 الوفد اللي التقوا به الأخوة، مثلا تجميد عمل شركات التحويل او تحجيمه وزياده عدد الصيرفات اللي هي اكثر تعامل مع المواطن، تسهيل عمل التاجر يوم تسهيل عمل التجار الشرفاء بالصرف من البنوك المركزي، معامله بعض التجار مثل تجار العتبات او التجار اللي قريبين من مجلس الوزراء او بعض المستثمرين، ايضا معاملتهم كباقي التجار اللي هم حاليا عافيهم من الضريبه ومن الجمرك. هاي بعض الحلول اللي وجدت المظاهرات. مثل ما قلت لك احنا كمواطن، انا يوم كاحكي كمواطن عراقي ما معني انه انا اوجد حل للحكومه، لا، الحكومه عندها موظفين عندها خبراء عندها سياسيين عدا الناس اللي تقترح على الحلول إيه والآليات. زيد ما يهمكم قضية الحكومة، صار لها شهرين صار لها 3 أشهر، أنتوا إذا تحشون عن أريد خدمات. تريد خدمات؟ أريد خدمات أنا. إذا أريد حقوق أريد على سبيل المثال عندي شهداء سبايكر، شهداء المظاهرات، شهداء الانفجارات، هذول أريد لهم حقوق، مو بس حقوقهم والله يعوضوهم، مو حتى تعويض ما بعوضيهم. أبسط مثال عندي واحد من الشباب اسمه علي ستار انقطعت ايده بمظاهرات يوم قبل فتره يوم 1/10، لحد الان لا اكو تعويض، لا اكو معامله يقبلون يروجوها ولا يقبلون يعوضوه. اليوم احنا ما نحكي بس على مستوى التعويض، نحكي اليوم على مستوى القتل اللي قتلوا المتظاهرين او القتل اللي قتلوا شهداء سبايكر او شهداء الانبار او شهداء النجف او حتى في اربيل او اي مكان. انا دا اتكلم مو بس عن شهر تشرين، دا اتكلم عن 2003 حتى الان. واضحه رسالتك.